كتير مننا بيتفهم غلط. ايه الاسباب بقى؟ ممكن الاسباب تكون في صفاتنا، في شخصيتنا، في طريقة واسلوبنا، والطريقة اللي بنتعامل بيها مع الاخرين. وارد جدا في بعض الناس ممكن تشوفنا ان احنا بنحقد عليها وهم اصلا مش في تفكيرنا، وفي بعض الناس ممكن تشوفنا ان احنا بنتحداها وهم اصلا مش في تفكيرنا، وفي بعض الناس ممكن تتوهم ان احنا بنحمل لها ضغينة وهم اصلا مش في تفكيرنا. النهاردة باختصار كده علم الفلك بيساعدنا بشكل كبير قوي في الموضوع ده، نفهم من خلال كل برج ليه الناس ممكن تبص له النظرة دي. والحلقة دي جديدة جديدة خالص ومحدش اتكلم عنها، ولكن مادام نزلناها في المنتدى واخترتوها يبقى كان لازم نعملها. اهلا بيكم. طبعا سريعا كده في البداية، سريعا لو انت لسه جديد عرفنا بنفسك طبعا عشان نرحب بيك، واشترك لو ما اشتركتش في القناة لسه واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متواصلين مع بعض. وانا سايب روابط قنواتنا الاخرى في الوصف بتاع الفيديو ده ومثبتهم في اول تعليق اللي حابب ان هو يشترك. ويلا بقى رجاء عايزين ندوس اللايك التشجيعي اللي تعودنا عليه منكم، خلينا ندعم الحلقة دي. يلا بينا. الأبراج كلها على بعضها لما نقارنها في الموضوع ده معانا من المركز ال 12 للمركز الأول لحد متصدر الترتيب، توقعوا معايا كده بيعجبني ذكائكم مين معانا في المركز ال 12. معانا في المركز ال 12 برج القوس الناري، سواء الراجل أو سواء الست. طبعا بنرتب كده من أقل الأبراج اللي بتتفهم غلط لحد ما بنوصل للمتصدر اللي بيتفهم غلط قوي. القوس باختصار كده لما تيجي تقارنه ببقية الأبراج يعني مفيش أوضح من كده مقارنة ببقيتهم. التلقائية اللي بيتمتع بيها برج القوس وطبيعته كمان النارية اللي بتخلي رتم حياته سريع جدا، والسرعة دي بتكون عامل كبير قوي في وضوح وكشف شخصيته للآخرين، تخليه يجي معانا في المركز ال 12 في حلقة النهاردة وبجدارة، يعني ياخد المركز ال 12 وبامتياز. تعالوا بقى ندخل على البرج اللي في المركز ال 11 عشان معانا كل الأبراج وما نطولش، يلا بينا. شجاع، أيوه. صريح، أيوه. بيتمتع بنسبة كبيرة من التلقائية، أيوه. هو ده باختصار برج الحمل الناري اللي هو برجي طبعا اللي بيجي معانا في المركز ال 11. برج الحمل مقارنة أيضا بالأبراج كلها مش هيجي في مرتبة متقدمة، مش هتلاقي أبراج الحمل مش مفهومة للمحيطين بيها، أو مش هتلاقي إن هي بتقع كتير في الحتة دي، أو مش هتلاقي إن في كتير من المحيطين بيها بيفهموها غلط. أنت مش هتلاقي وضوح أكتر من كده على فكرة. حتى اللي أنت ممكن ما تعرفوش عن برج الحمل يثبت لك إن هو لا يمكن أبدا يجي او يتفهم غلط بشكل كبير. برج الحمل حتى لو حب ان هو يداري ما بيعرفش، يمكن احنا قلنا الكلام ده في حلقات كتيرة قبل كده. برج الحمل دائما اللي في قلبه على لسانه، بيتمتع بنسبة كبيرة جدا من التلقائية اللي حتى لو خلت اللي قدامه يعني فهمه غلط هو هيوضح بشكل او باخر. القوس في المركز ال 12 والحمل في المركز ال 11، وفي المركز العاشر معانا برج الميزان الهوائي. وبرج الميزان واحد من الأبراج اللي بتتفهم غلط. أنا عايز أقولك إن معظم الأبراج تقريبا بتتفهم غلط. برج الميزان صحيح بيجي معانا في المركز العاشر، ولكن اللي بيخليه يجي في المركز العاشر هو مقارنته ببقية الأبراج. أيضا برج الميزان بيتمتع أو بياخد حظ كبير قوي من الحلقة دي، إن هو سواء رجل سواء ست في كتير جدا بيفهموه غلط. السبب بقى ليه مش الحلقة فيها لماذا؟ لأن برج الميزان صراحة لازم نعترف برج متردد، متردد بنسبة كبيرة. التردد ده بيخليه غير مفهوم بالنسبة لكتير. باختصار كده وعشان ما نتكلمش كتير في النقطة دي، التردد ده بيخليه بالنسبة لكتير بيختلط عليهم الأمر، ومن هنا بيبدأوا إن هم ممكن يفهموه غلط. وارد جدا. تعالوا بقى ناخد برج أقوى شوية، البرج اللي معانا في المركز التاسع ونتعرف عليه، وهو برج الثور الترابي. الثور لولا الصمت، بس صمت برج الثور اللي بينتهجه أو بيتخذه
في كتير جدا من جوانب حياته ممكن يخلي الآخرين يفهموا البرج ده غلط، وهو واحد من الأبراج اللي على فكرة بتتفهم غلط بشكل كبير أوي نظرا للصمت اللي هو بيتمتع بيه في كتير جدا من جوانب حياته، لأنه مش بيعبر عن كل حاجة داخله ومش بيوضح، فطبيعي جدا إن هو يتفهم غلط بالنسبة لكتير من المحيطين أو كتير من الناس اللي بتتعامل معاه. تعالوا ناخد بقى برج أعلى شوية من برج الثور أو من الأبراج دي اللي هيجي معانا طبعا في المركز الثامن ونتعرف عليه. الأسد بيجي معانا في المركز الثامن، واللي بيخليه يجي معانا في المركز الثامن هو إحساسه دايما بالفخر وبتميزه وبتميز شخصيته. ده بيدي الإيحاء لكتير جدا من الأشخاص إن هو شخصية شريرة أو إن هو شخصية مش طيبة، رغم إن إحنا لما كنا بنعمل حلقة أو عملنا حلقة الأبراج الأكثر طيبة كان برج الأسد تقريبا جه من الأبراج اللي هي ما يقالش عليها يعني يقال عليه برج طيب أو أقرب للطيب، ولكن الهالة الكبيرة اللي بيعملها برج الأسد حواليه دي هي اللي ممكن تدي الإيحاء لبعض الناس إن هم يفهموه غلط. برج الأسد على الرغم اللي انت بتشوفه ده كله بس هو من داخله. حد توقع اللي معانا في المركز السابع؟ تقلبه الكبير جدا في المزاج وسرعة حركته وسرعة تحوله من وضع لوضع آخر ومن إحساس لإحساس آخر بيخليه أيضا بالنسبة لكتير جدا من الناس يتداخل عليهم الأمر في فهمه، وهو برج الجوزاء الهوائي اللي بيجي معانا طبعا في المركز السابع، وهو في النقطة دي يعني أعلى من الأبراج اللي جت قبله طبعا لأنه بيجي في المركز السابع. ومن بعد برج الجوزاء كده احنا هنبدأ ندخل بقى في أبراج معقدة شوية في موضوع حلقتنا دي، الأبراج اللي بتتفهم غلط بشكل أصبح ملفت بشكل أصبح كبير. لكن كعادتي واحنا بنكمل الترتيب كده شاركوني وتوقعوا معايا كده ترتيبا من السادس للأول، ولا سيما البرج اللي هو الثاني والأول اللي هو متصدر الترتيب تتوقعوا مين. بيعجبني دايما ذكائكم وتوقعاتكم اللي غالبا بتكون صحيحة، وندي فرصة بقى ان احنا نقول اللي نسي يدعم الفيديو ده بلايك يا ريت يدعمه بلايك، مش هيخسروا حاجة ولكن محتاجين دعمه عشان نقدر نوصله لأكبر قدر من الناس. في المركز السادس توقعتوه هو برج الحوت المائي. باختصار كده عارفين ايه اللي ممكن نقوله عن برج الحوت في النقطة دي من غير ما نتكلم كتير؟ احساسه او سيرانه او ان هو بيسافر خلف قلبه. برج الحوت سواء راجل سواء ست من الابراج اللي بتسافر، يعني بتسمع كلام قلبها او بتمشي بشكل كبير ورا قلبها. برج الحوت من النقطة دي مع الاحساس الكبير اللي هو بيتمتع بيه او اللي موجود في شخصيته، طبعا كل ده بيخلي برج الحوت غير واقعي بالنسبة لكتير من الناس اللي بتحيط بيه. تصرفاته بالنسبة لهم بيشوفوها فيها شوية من عدم الواقعية أو من عدم المنطقية، ومع ذلك هو برج أيضا حساس جدا فبيتأثر بأي موقف، ونتيجة التأثر ده بيبقى الرياكشن بتاعه أو بيبقى رد فعله اللي ممكن يختلف بشكل كبير أوي رد فعل عن الرد الفعل اللي بيجي بعده. يعني برج الحوت المائي هيتصرف غالبا مادام هو بيمشي ورا قلبه يبقى هيتصرف غالبا حسب الإحساس اللي هو فيه. لو هو يعني أي موقف مهما كان هيسيب أثر وهيعمل علامة كبيرة على رد فعله، فده باختصار هيخليه غير مفهوم بالنسبة لكتير جدا. يعني نقدر نلخص الكلام عن برج الحوت في النقطة دي ان هو عشان برج حساس قوي فده بيخلي كتير جدا من الناس تفهمه غلط، لان طبعا افعاله وطباعه وشخصيته بتبقى متأثرة بدرجة او بدرجة الاحساس العالية اللي موجودة في شخصيته. في المركز الخامس نستمر بقى في التعقيد والأشد تعقيدا في الموضوع ده وندخل على برج العذراء الترابي. ومن غير ما نتكلم عن برج العذراء كتير نوضح ليه بيجي معانا في المركز الخامس في حلقة زي دي، إن برج العذراء من الأبراج اللي دايما بتبحث عن
المثالية في كل شيء، ومن الأبراج اللي دايما في توجيه نصائح مستمرة. العذراء من الأبراج الناصحة جدا كمان، والنصيحة بتاعت برج العذراء بتترجم لكتير قوي على إنها انتقاد. خلي بالك يا برج العذراء من الحتة دي، ومن هنا برج العذراء ممكن اللي بيتعاملوا معاه يتداخل عليهم الأمر شوية ويفهموه غلط. مش هنقول أكتر من كده في النقطة دي، أعتقد إحنا وضحنا. تعالوا بقى ناخد البرج اللي معانا في المركز الرابع، ويستمر التعقيد معانا أكثر فأكثر كل ما بنطلع طبعا لفوق. يلا بينا. الدلو الهوائي، سواء راجل سواء ست، مش عايزين نتوه، عايزين نقول الخلاصة في الموضوع ده، وإلا هيخلي برج الدلو يجي في المركز المتقدم ده اللي هو المركز الرابع في موضوع حلقة زي دي. باختصار كده، برج الدلو تفكيره تقريبا تفكير برج الدلو الهوائي لا يشبه تفكير أي برج من الأبراج. ومن هنا كل الأبراج دي بتشوفه غريب شوية في نوعية أو نوعية بتاعة العقل بتاعه عنه، ومن هنا ممكن يكون جدا بالنسبة لكتير يفهموه غلط. خلينا نلخص ونقول الناس دائما يعني جهلة بما لا تعرفه، يعني الحاجة اللي احنا ما احناش عارفينها بتكون بالنسبة لنا غريبة أو مش مفهومة أو مش واضحة. تعالوا بقى ناخد برج أو البرج اللي في المركز الثالث ليستمر التعقيد أكثر وأكثر كل ما بنطلع لفوق. توقعوا معايا، يلا بينا نتعرف عليه. المركز الثالث، حد توقعه؟ الجدي الترابي. باختصار برضو، مش عشان يعني ما نتكلمش كتير، الجدي الترابي هو اللي بيعمل في نفسه كده. الجدي الترابي شايف نفسه دايما وعايز يعرف دايما المحيطين بيه ان هو يقدر يعمل اي حاجة، وان هو يقدر يكون اي حد. ممكن تلاقيه بيضحك وبيهزر، وممكن في فترة تانية او فجأة تلاقيه قفل مرة واحدة. ممكن تلاقيه اخذ عليك او صاحبته قوي، وممكن تلاقيه على طول في فترة متتالية بدأ ان هو بيتجاهلك او بيتعامل معاك بلا مبالاة. واحنا لما اتكلمنا في حلقات كتيرة عن برج الجدي في اللا مبالاة او في التجاهل، قلنا ان هو برج متمرس قوي في النقطة دي، بل قلنا ان هي احيانا بتصل انها بتكون العقاب المفضل ليه لما يحب ان هو يعاقب احد الاشخاص. مؤكد بقى هيكون واحد من اشد الابراج تعقيدا في المسألة دي، ومن اكتر الابراج اللي الناس ممكن على فكرة تفهمها غلط. تعالوا بقى ناخد التاني ومن بعده متصدر الترتيب، وياريت كل اللي بيسمعني دلوقتي يتوقع معايا ويشوف، ولا سيما طبعا المركز الاول هيكون مين. يلا بينا. العقرب مش هيجي في المركز الاول، العقرب هيجي في الحلقة دي معانا في المركز التاني. العقرب من الابراج اللي بتتفهم غلط، بتتفهم غلط بشكل كبير قوي سواء راجل سواء ست. بس اللي مش هيخلي برج العقرب ان هو يجي معانا في المركز الاول ان برج العقرب فيه حتة كده عايزكم تاخدوا بالكم منها، يقدر وعنده ملكة اكتر من اللي هيجي في المركز الاول، ان هو يقدر يفهمك هو عايز ايه، يقدر ان هو يفهمك قصده ايه، يقدر ان هو يصحح لك يعني الخطأ اللي في بالك ده عنه. ودي بيتمتع بيها بشكل أكبر من اللي هيجي معانا في المركز الأول، وهو برج السرطان المائي. السرطان كل مشاعر الدنيا وصفات الدنيا والتناقضات اللي تيجي في بالك ممكن تلاقيها فيه. السرطان حساس بدرجة لا توصف، صدقوني محتاجين شاعر عشان يوصف الإحساس ده، وبرضه مش هيعرف يوصلنا للحقيقة اللي في داخل هذا البرج. ممكن تحس إن هو رومانسي جدا، ممكن تحس إن هو بارد جدا، ممكن تحس إن هو طيب جدا، ممكن تحس إن هو لئيم جدا، ممكن تحس إن هو عميق جدا، وممكن تحس إن هو سطحي جدا. هو ده برج السرطان، وعشان كده بنقول عليه برج المتناقضات. إذن كل ده مؤكد هيخليه مش مفهوم على فكرة، كل ده بيخليه مش مفهوم حتى ممكن لأقرب المحيطين بيه. لذلك وبلا منازع هو يستحق أن يتصدر القائمة أو يتصدر الترتيب في موضوع حلقتنا بتاع النهاردة. هنستمر إن احنا نفهم شخصيتنا أكتر ونفهم شخصيات المحيطين
بينا، عشان كل ما هنفهم نفسنا ونفهم المحيطين هنكون أقدر على التعامل معهم، وبالتالي أقدر إن احنا ننجح بالعلاقة، وبالتالي نكون أكثر سعادة، وده هدفنا. طبعا اكتبوا لي آراءكم ومشاركاتكم، ودايما عرفوني بنفسكم، أنا تقريبا بقرأ كل تعليقاتكم اللي بتسعدني، وأكيد طبعا بتعرف عليكم من خلالها. وأخيرا بقى كده، اللي نسي يدعمنا بلايك مش هيخسروا حاجة، عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر قدر من الناس، ويلا بينا بقى على المنتدى عشان نصوت، وتقولوا لي كده انتوا عايزين الحلقة القادمة تختاروها معايا هتكون ايه. يلا بينا، مستنيكم هناك، هتوحشوني.